كما ان الاطلاق ديال البطوله الوطنيه في كره اليد وايضا كره الطائره على مستوى كل مديريه فاس ومديريه ديال مكناس هي فرصه من اجل التتويج ديال واحد العمل ديال الكاستمر طيلة الموسم الدراسي اللي كيشرفوا عليه مشكورين الاساتذه ديال التربيه البدنيه في كافه المؤسسات التعليميه. هي مناسبه اليوم باش اولا وليداتنا انهم يعبروا على الطاقه ديالهم ويبدوا في مجال الرياضه وايضا الصقل ديال الشخصيه ديالهم واحد المجموعه ديال القيم اللي ما يمكن تغرس الا في انشطه رياضيه من هذا القبيل. هي ايضا الرياضه المدرسيه كتعتبر واحد المشي الاساسي من اجل الكشف على المواهب وعلى الطاقات الرياضيه اللي ممكن ان شاء الله يعني تشق طريقها في المجال ديال الاحتراف وانها تمثل ان شاء الله بلادنا في المحافل الدوليه والاقليميه.